أصبحت جسدي لسال منه على قيد الوظفة. تكريم لزار أباني مثل ما قلت سابقا، وتكريم لدمشق، وتكريم للحارات الشعبية، وتكريم لسوريا بهالوقت الصعب اللي عايشين فيه. لزار أباني جسد شخصيته السورية الحرية والحرة، والمرأة السورية الفعالة المتعلمة المتقدمة عن كل المنطقة. أكيد كثير مبسوطة أنا حنكرم هذا المبدع السوري، يعني بس تقولي سوريا بتقولي نزار أباني، فعم نكرمه. هذا التكريم لازم يصير من زمان أنا، وكثير مبسوطة أنه في هاي الفكرة كانت ونشأت هاي الفكرة. نحن اليوم سعيدين كثير نستذكر معا هذا القامة الكبيرة، شاعر الكبير نزار أباني. ما في حدا منا ما سمع قصائده، ما في مطرب كبير إلا ما غنى له. أنا شخصيا ربيت على قصيدة قارئة الفنجان، وأيضا السيدة الكبيرة أم كلثوم غنت له. أصبح الآن عندي بندقية اللي حنعرض جزء منها اليوم، وحتغنى طبعا إضافة إلى عدد كبير من الأسماء الكبيرة اللي غنوا له، سواء بالعصر الحديث أو القديم.